طيبين، ربنا يعيد علينا كل رمضان بخير. لسه في الأوائل، بأوائل الحلاوة وأوائل الفرحة وأوائل التعب وأوائل كل حاجة حلوة في كل تفاصيل رمضان. إحنا لسه بنعمل فكرتنا السنة دي في اللي هنقدمه لكم في رمضان، إن إحنا هنقدم لكم حاجات يا رب كده تبرد على قلبكم، علشان حر ومع الحر والعطش والنهار الطويل عايزين لما ناكل حاجات تبرد. في أكل أسلوب زراعته ويعني ربنا خلقه عنده طاقة إن هو لما بناكله جسمنا كأن في تكييف بيتبرد، زي ما احنا كلنا عارفين إن في أكلات بتسخن. كلنا لما بناكل عدس بنسخن، كلنا بنحوش أكلة الحمام نقول لا في الصيف بلاش ناكل حمام ناكلها في الشتاء، ده الحمام بيسخن. كلنا عارفين إن في حاجات بتسخن جسمنا لما بناكلها، وكلنا عارفين إن في حاجات بتبرد جسمنا لما بناكلها. خيار، بطيخ، زبادي بيطري على القلب، لبن رايب، كلنا في حاجات بنحس إن دي بتبرد أو بتسخننا، وفي حاجات مش بنعرفش نحسها قوي لأن بناكلها بطريقة كمان ساعات تبقى بناكلها بطريقة مثلا حاجة نقليها فهي تكون بتبرد بس الآلية تسخنها، زي مثلا كوسة أو حاجة. عموما إحنا ماسكين الحاجات اللي بتبرد. خلينا في نص الحلقة هقول لكم كل الحاجات اللي بتبرد، وده فعلا بحق وحقيقي في حاجة يعني مش إحنا بيتهيأ لنا، هي فعلا بتبرد جسمنا. إحنا هنركز في رمضان الحار على الحاجات اللي بتبرد. أحد الحاجات اللي بتبرد طبعاً اللي احنا مكتشفينه جداً الزبادي، فهنعمل شوربة النهاردة، شوربة تركي من أجمل الشرب اللي أنا دقتها في حياتي وعملتها قبل كده لأني بحبها جداً، فأنا عملتها في حلقات قبل كده في البرنامج ده بس لأن هي بتبرد ولأني بحبها ولأنها تعجبكم هنعيدها تاني. الشوربة التركي دي بقى اللي هي بالزبادي بتبتدي بمية أو مرقة. أنا حبيت أروح للأخف، حطيت مية بس أنتوا ممكن جداً تحطوا مرقة أي مرقة عندكم، أوكي؟ أي شوربة. وهحط مثلاً ما يوازي، هحط رز قليل زي تلت كوباية رز. ده كده كفاية قوي. سواء في شوربة أو في مية الرز ده كمان حبة هيستوي، وهيبقى واحنا بناكل الشوربه دي هيبقى عامل زي ايه؟ هيبقى حبات كده زي لسان العصفور في شوربه الفراخ، يعني بيجي كل فين وفين كده زي لسان العصفور الخفيف او الشعريه الخفيفه. الشوربه بقى شوربه زبادي او لبنه. احنا قلنا ان الفروق الزبادي هو اللبنه واللبنه هو الزبادي، كل الفرق ان اللبنه زبادي اتصفت ميته. يعني سابوه ينزل كل الشرش او الميه اللي لما هنسيب الزبادي لو حطيناه مثلا في مصفى هيصفي ميته، بيقعد بيصفي ميته بتبقى لبنه. هو ده الفرق بين اللبنه والزبادي. احنا مش منتشره قوي عندنا اللبنه بس في بلاد تانية بيستخدموا اللبنه كتير قوي. الشوربه دي شوربه تركي وهم اللبنه بتاعتهم بتبقى دسمة علشان الألبان كمان عندهم ألبان أغلبها ضاني ألبان خرفان. طيب إحنا اللبنة دي بس إحنا مدين هنا وقت بسيط إن الرز حبات الرز القليلة دي تترى كده وتستوي. في الوقت ده هحضر اللي هيتحط على الشوربة. إيه بقى؟ هنحط ثوم ونعناع وبيض ودقيق. خليني اشوف هنا في بيض، وادي البيضه. يبقى احنا عندنا لبنه هنحط عليها بيضه، اللبنه دي يعني تقريبا ربع كيلو، اوكي؟ وعايزين دقيق كمان عشان نتخنها ويتخن الشوربه، هو يتخنها وهي تتخن لنا الشوربه. فادي يعني مفيش مقادير، يعني معلقه دقيق، هنقول على ده معلقه دقيق و ندخلها في اللبنة.
وبيضة كمان وحبة ثوم. يلا حبة ثوم. وبيضة. وفلفل أبيض. فلفل أسمر يعني أسود مش لازم أبيض. احنا مدين وقت ان هنا الرز يستوي، هيفرق كتير قوي. هو كده استوى، هننزل بده مع التقليب طبعا. ريحتها طبعا مش ريحتها، ريحه الثوم يعني. هو من كل اللي قصادي ده انا شامه ثوم، بس حلو قوي. بس الثوم كده سقعان، الثوم بالزبادي. هتاخد وقت، نديها وقتها علشان ترجع تتقل، الدقيق يشتغل ويتقلها. عايزه في الوقت ده اقول لكم ايه الحاجات اللي تقدروا تاكلوها طول الوقت وتبقى، او ما تستنوناش، اعملوا اكلاتكم بالحاجات اللي هنقراها دي. دي المكونات اللي بتبرد. ايه الفرق يعني، ايه اللي بيخلي المكونات تبرد؟ جزء منها باولائه، ان الحاجات اللي بتتزرع في الظل وجنب الارض يعني البطيخ بيطلع على الارض مسنود على الارض، البدنجان بيطلع مسنود على الارض، الحاجات اللي بتتزرع في ظل حاجات تانية وعلى الأرض جنب الأرض، دي حاجات عندها طاقة إن هي تبرد لنا جسمنا. خلينا طيب نطلع فاصل دلوقتي، ولما نرجع هقرأ لكم إيه كل المكونات اللي إحنا يعني المتداولة اللي موجودة في حوالينا اللي بتبرد، ونكمل الشرب. احنا ما عملناش ولا حاجه في الفصل غير ان احنا بنتزرنها، عايزينها تغلي او تبتدي تغلي، تدخل في الغليه. الحاجات الانواع الفواكه والخضروات اللي بتبرد لنا جسمنا هقولها لكم، انتوا هتحسوا انه انتوا لما هتسمعوا هتحسوا ان في حاجه بتريح. في ليمون، كلنا عارفين الليمون والليموناته حتى لو مش ساقعه، يعني مجرد شرب الليمون او عصره على الحاجات بيعمل لنا كده. الليمون، الخيار مش مفاجاه، البطيخ متوقع، الخوخ، كل الخضروات الورقية من أول السبانخ للخس للملوخية خبيزة، كل ما هو ورقيات خضرة. الكوسة برضو لطيفة وظريفة. الموز، البحريات يعني جمبري، كابوريا، أم الجندفلي وأم الخلول والمحار وكل الحاجات دي، بما فيهم ورق النوري او الورق اللي بيتعمل منه السوشي الاسود ده اللي بيتلف فيه السوشي، كل ما هو بحري دي اعشاب بحريه، النوري الاسود ده معمول من اعشاب طالعه في البحر. فكل البحريات والملح الاثنين بيساعدونا ان احنا نحس ان احنا اهدى. الجريب فروت، التفاح، الاناناس، القصب وعصير القصب في الصيف موصوف. الشعير يعني مشروبات الشعير كلها، كل المشروبات اللي هي معمولة من الشعير، المريمية والنعناع في الأعشاب، الكزبرة كمان معاهم، الفجل، البروكلي والأرنبيط، الطماطم، من البهارات الكركم هو يمكن الحاجة الوحيدة اللي من الحاجات اللي بتبرد، لأن البهارات عموما بتسخننا أغلبها. الكزبرة لأ، الكمون لأ، بس البهارات الحامية اللي هو الفلفل وجوزة الطيب والقرنفل والقرفة كل ده بيسخن، لكن بنلاقي ان الكركم بيبرد.
الأفوكادو، جوز الهند، البدنجان مهم جدا جدا، وفي وطبعا الزبادي ومنتجات الألبان كلها، الزبادي واللبنة واللبن الرايب. وفي اللحوم أكتر لحم بيبرد هو الأرانب، فهتلاقوا في رمضان ده هنعمل كذا وصفة بالأرانب. هنا الدنيا عاملة إيه؟ هنا الدنيا بصوا الشوربة تخنت إزاي. إحنا عايزينها كده، مش عايزينها تخينة قوي، وأنا هعللها النار شوية علشان إحنا في الأواخر بقى، إحنا هنطفي خلاص ثواني وهنطفي. إحنا الإيه اللي لسه ما حطيناهوش في المكونات بتاعتنا؟ النعناع. والنعناع هنحط نعناع ناشف، ومش هنحطه غير في الآخر لأن النعناع الناشف بيمرر. الناشف واللي مش ناشف لما بيقعد في الحرارة كتير بيعمل مرار، فالنعناع بكل أحواله من الحاجات اللي نحطها في آخر لحظة. احنا تمام كده، مبتدية تقول لي ان هي بقت كويسة. عايزة احط النعناع واغرف، اجيب طبق بقى لطيف كده يليق عليها. خليني اشوف دول كفاية ولا مش كفاية. ريحتها كده ظبطت، حلوه قوي قوي، هتحبوها. لا كده انا عارفه بالشكل ان النعناع بيبقى منظره اكتر من كده. طيب كده احنا نغرف. بصوا بقى الشوربه دي مش بارده، شوربه سخنه، هنعمل شربات باردة رمضان ده إن شاء الله. اللذيذ إن كون إن هي سخنة ملوش علاقة بإن هي مش هتبردنا، لأن الموضوع مش على إحنا بنشرب حاجة سخنة ولا باردة، الفكرة في إن إحنا إيه اللي بنشربه، المكون ده بيعمل إيه في جسمنا. بس عموما الألطف إن إحنا في رمضان نشرب الشربات دافية، يعني سخونتها مش سخنة قوي. اللطيف إن إحنا نشربها سخنة، حاجة بسيطة. المفروض ان هي بتتقدم، وهي بتتقدم بيتحط عليها حاجه، انا هسيبها لكم لذوقكم تحطوها او ما تحطوهاش، لان اللي بيتحط عليها بقى مش بيبرد، هما بيحطوا عليها زي صوص الشطه اللي هو زي بتاع محلات الكشري، عارفين الشطه اللي في محلات الكشري دي اللي بنحطها بتبقى بالزيت، هما بيعملوا كده. بس على قد ما دي على قد ما الشوربه دي بتبرد، الشطه بتسخن. فانا هسيبها بقى لذوقكم تحطوها او لا. احنا حلقتنا قصيره، رمضان احنا عاملين كل مره كل يوم وصفه واحده في حلقه قصيره خالص علشان نبقى اكلنا خفيف ونبقى احنا كمان خفاف. ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده. كل سنه وانتم طيبين.